سلم ذكر فيما يروي عن ربه جل في علاه أن الله جل في علاه قال: عبادي عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المظلوم لترفع فوق الغمام. يقول الله جل في علاه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع معاذ: أعلم الأمة بالحلال وبالحرام. فالظلم ليس معلق في عنق الحاكم فقط، قد يكون الواحد منا ظالما لنفسه، قد يكون الواحد منا ظالما لزوجته، قد يكون الواحد منا ظالم لأطفاله، قد يكون الواحد منا ظالم لقريبه أو لجاره. ليس الظلم ظلم الحكام فقط ولا ظلم ولاة الأمور فقط، فالظلم عام وشامل. فقد يكون الواحد منا ظالم وهو لا يدري، ظالم لأمه وهو عاقها، ظالم لوالده وهو عاق،